رجعنا لحضراتكم من جديد وهنتكلم دلوقتي سياسة، هنتكلم عن الأحزاب السياسية في مصر دورها إيه، وهل هي بتقوم بدورها كما يجب ولا لأ، وإيه المفروض إن هي تكون بتعمله علشان الحياة السياسية تكون حياة سياسية صحية وكل حد بيقوم بدوره صحية سياسيا مظبوط. ده اللي هنعرفه من ضيفتي الدكتورة نجوى إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لمعهد أكتوبر العالي للاقتصاد والعلوم السياسية. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بيك، منورانا. ربنا يخليك تعيش. إيه هو الحزب السياسي الأول؟ طبعا الحزب السياسي ليه تعريفات كتيرة جدا، بس هنتكلم بشكل مبسط إن بيبقى فيه مجموعة من الأفراد بياخدوا شكل تنظيمي. أهم حاجة بالنسبة للحزب السياسي هو هدفه أن يكون الوصول للسلطة. فلو اتكلمنا على الأفراد والتنظيم وأن هم موجودين وعاملين حزب سياسي ومش حاطين في دماغهم أن هم يوصلوا للسلطة في يوم من الأيام، دي مش أركان حزب سياسي. مش يعني لازم من أهم سمات أو من أهم الأدوات اللي بيقوم عليها الحزب أن هو يكون بيهدف للسلطة. ولو وصل للسلطة كان بيها، لو ما وصلش للسلطه يبقى دوره معارضه ايجابيه. مش معنى كده ان كل حاجه الحكومه تعملها يعارضها، لا، بس يطرح اوبشنز. يعني ايه معارضه ايجابيه؟ يعني ما يبقاش سلبي، يعني ما يبقاش في احداث بتحصل هو مش راضي عنها، شايف انها مش لمصلحه البلد، بيفضل سكت. لا، الحزب سواء كان في السلطه او خارج السلطه ليه دور. وصل للسلطه يبقى دوره سلطه، خارج السلطة يبقى دوره معارضة، ومعارضة فعالة. بإيه بقى؟ بإن هو ممكن ينتقد طبعا، ونقد طبعا بناء، مش نقد الهدف منه تحطيم الحاجة اللي موجودة قدامه، طرح بدائل لو كان في سياسة صحية أو سياسة تعليمية أو سياسة إسكانية هو شايف إنها مش لمصلحة المواطن ومش لمصلحة البلد، فممكن الحزب يطرح سياسة بديلة. هو الأحسن، إحنا عندنا دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينتمي لحزب سياسي، هو يعني إيه فضل إن هو ما يكونش منتمي لحزب سياسي، هل ده صحيا أكتر سياسيا يعني بالنسبة لعندنا هنا في مصر إن الرئيس لا ينتمي لحزب سياسي ده أحسن، ولا إن هو يكون منتمي لحزب سياسي أحسن؟ هو اكيد ان احنا طبعا عانينا فتره الرئيس السابق حسني مبارك ان هو كان رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، وكان نتيجه لكده ده الحزب الحاكم، وكان الحاكم بامره هو اللي بيسيطر على اغلب المقاعد في البرلمان، والسياسات العامه كلها لازم تكون بموافقته. ف وكنا معترضين على ده، يعني الناس اللي هم بيشتغلوا في السياسه. طبعا كون ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينتمي للحزب السياسي ده صح. صح بالنسبة وحتى لنا لو كان افترض، مش معنى كده ان الاحزاب السياسيه اللي موجوده على الساحه لو رشحت منها واحد، يعني زي مثلا مصطفى موسى بالظبط، ده بينتمي للحزب، ده مش غلط. بس لو حصل ان هو بقى رئيس للدوله، المفروض ان هو بيوقف انتمائه لهذا الحزب عشان يبقى رئيس لكل المواطنين، ما يبقاش لحزب معين. يعني مش غلط ان الرئيس يكون اصلا منتمي للحزب السياسي، اوكي ما فيش اي مشكله، بس بشرط مجرد ان هو بيوصل لسدة الحكم بيتخلى عن عضويته لهذا الحزب ويبقى رئيس لكل المصريين. واذا احنا عندنا فوق المئة حزب، فوق المئة حزب، يعني حضرتك شايفة لهم دور؟ انا يعني مش شايفة، لما بقعد اعد الاحزاب، يعني لما قعدت اذاكر للفقرة قاعدة اعد انا مع نفسي بختبر نفسي الاحزاب، ما وصلتش يعني خمسة مثلا أو ستة، لكن ما قدرتش أوصل لكل الأحزاب. طب ده معناه إني أنا اللي مش متابعة، ولا إن هم اللي مالهمش دور؟ لا حضرتك طبعا مش هنقول إن أنت مش متابعة، لأن صعب جدا إنك تتابعي فوق عن 100 حزب وليس لهم وجود في الشارع أساسا. يعني ما نقدرش نتكلم إن في حزب مميز دلوقتي أو حزب ليه دور فعال أو حزب ليه قاعدة شعبية عريضة، للاسف ان في مشاكل كتيره. بس عايزه اقول حاجه، يعني كون ان الاحزاب كترت قوي دلوقتي دي مش حاجه غلط، دي ظاهره صحيه، لان احنا كنا موجودين في فتره حسني مبارك كان في قيود شديده على تشكيل الحزب السياسي، وكان اغلب الاحزاب السياسيه اللي خدت شرعيه ما كانش من خلال لجنه شؤون الاحزاب،
لان كانت لجنه شؤون الاحزاب كانت دايما بترفض اي حزب جديد. بس وكانت النتيجه ان كل الاحزاب اللي خرجت للنور كان من خلال حكم محكمه. ده لحد قبل الثوره كانوا 80 حزب. ايوه يعني كانوا كتير. لا بس عايز اقول لك باحكام قضائيه. تمام. دلوقتي تشكيل كنا مقفول بقى في سهوله. في عمليه تشكيل حزب سياسي واشهار حزب سياسي بمجرد الاختيار. هو الاصح ان انا اعمل احزاب عدد قليل لكن قايمه بدور ودور فعال وليها دور في الشارع والناس ملاحظه الدور بتاعها وبتساهم في كل الحاجات في المعرفه في السياسه. يعني انا شايفه ان الحزب لو قايم بدوره يعني عدد قليل ويقوم بدوره. وجهة نظر سليمة جدا جدا. والحل هو الائتلاف. يعني ممكن جدا لو في مجموعة من الأحزاب السياسية ليها توجه سياسي واحد وليها أهداف متقاربة وليها سياسات برضو متقاربة، ممكن هم يفكروا ان هم يأتلفوا. لكن ما هو هيأتلفوا ازاي بحيث ان العدد يقل. اما الأحزاب الكرتونية اللي هم كتير قوي قوي اللي ما نعرفش ليهم حتى اسم، دول من الافضل ان هم يعني يحلوا نفسهم. المفروض مش هقول ان الدوله تحلهم. ليه؟ انا مش عايزه الدوله تتدخل في الاحزاب السياسيه. انا عايزه الحزب السياسي اللي ما يقدرش ان هو يستمر في الساحه يعلن حل نفسه. في حد ممكن يعمل كده؟ والله ما هو احسن ينزوي بدل ما هو موجود وملوش اي دور. وبعدين هم كان زمان بيعملوا الاحزاب السياسيه دي لاهداف ثانيه وما زالت لغايه دلوقتي. في احزاب سياسيه موجوده على الساحه لا لشيء ولكن لمجرد مثلا ان هم ودي حاجات لغت خلاص ان هم يحصلوا على دعم مادي من الدوله. الكلام ده كان موجود لفتره قريبه طبعا لما عدد الاحزاب كبر جدا جدا وكثير منهم ما لهمش اي قيمه. الدعم المادي ده توقف. ايه في حاجه ثانيه برضو. نعم. ايه الشروط عشان اعمل حزب؟ الشروط يا ستي، اولا انك انت تحصلي على توكيلات من 5000 مواطن موزعين على 10 محافظات بحد ادنى كل محافظه 300 توكيل. ودي ما بقتش سهله قوي عشان انك توصلي لهذا الرقم. لا يعني مساله صعبه جدا يعني. معقول؟ طبعا يعني عشان تعملي حزب سياسي لازم يكون عندك 5000 توكيل. بس قليلين. وبعدين يبقى عندك الاسم بتاعك مميز ما كانش متكرر قبل كده. لازم يكون ليكي اهداف برضو متميزه. ما تبقاش المساله تكرار يعني. بيحاولوا ان كل حزب يتعمل تاني جديد في الساحه اللي يبقى له اهداف محدده بعد الحصول على التوكيلات. لازم يكون هيلعب دور معين. ايه اصعب يعني عشان الدوله تقنن او تقلل من الاحزاب اللي قاعده دلوقتي؟ بقينا بنشوف كل يوم والتاني في حزب واثنين وثلاثه. يعني الدوله تعمل ايه عشان تقلل ده؟ ما هو الدوله بتنظم الاحزاب من خلال لجنه شؤون الاحزاب اللي هي اي حزب بيبقى جاهز بالتوكيلات بيتقدم وبيقول ان انا عايز اشهر نفسي كحزب، فاللجنه دي بتنظر في امره. ما هو بيستوفي لو اللجنه دي رفضت هذا الحزب، الحزب على طول بالطريق البديل طبعا بعد ما تعبوا وجابوا 5000 توكيل بيروحوا للمحكمه وبياخدوا حكم. لا انا قصدي ان هو يعني خلاص خد حكم وهو يعني موجود، الحزب موجود لكن مش شغال. يعني ما بيعملش حاجه. يا فندم انا عايزه اسم حزب واحد. يعني انا مش عايزه طبعا اذكر المشكله الكبيره اللي فيها احد الاحزاب اللي المصريين كلهم بيعتزوا بيه لان ده حزب تاريخي وحزب كبير وحزب ليه اسمه وسمعته اللي هو حزب الوفد. حزب الوفد طبعا. للاسف ان الصراع على السلطه وكل واحد شايف ان هو اللي يقود هذا الحزب بتكون النتيجه ان الحزب بينهار. فيعني احنا نتكلم على اي احزاب، الاحزاب اللي لسه طالعه جديده واللي مش قادره انها تثبت نفسها ولا يكون لها قاعده شعبيه، ولا الاحزاب القديمه اللي لغايه دلوقتي بتعاني من مشاكل واهمها طبعا الصراع على السلطه. لكن ما نقدرش نتكلم ان احنا يعني ما بقاش في دوله ديمقراطيه متقدمه ما فيهاش ظاهره الاحزاب السياسيه. وبعدين ما فيش مانع ان يكون في احزاب سياسيه بس يبقى في على الاقل فاعليه في بعض هذه الاحزاب. يعني لما يكون كل هذا الرقم من الاحزاب السياسيه وما فيش فاعليه وما لهمش دور وعدد المقاعد اللي هم بيحصلوا عليها في البرلمان بيبقى لا يؤهلهم ان هم يكونوا حزب اغلبيه ويشكلوا حكومه. احنا بناخد اللي واخد الاكثر لكن ما فيش حد منهم حزب اغلبيه يعني.
لا ما فيش حزب أغلبية. ما أنا بقول لحضرتك ما فيش حزب أغلبية، يعني إحنا يعني أنا كواحدة متخصصة في العلوم السياسية بحلم إن يكون عندنا حزب أغلبية، وموجود في دول كتيرة ومش غلط يعني. في دول بيكونوا حزبين. في دول لا، نظام الأحزاب ثلاث أشكال، يعني نظام الحزب الواحد اللي هو طبعا بيكون الحزب الشيوعي، يا إنما ثنائية زي ما موجود عندنا في إنجلترا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، أو النظام التعددي اللي إحنا بندعي إن إحنا عندنا نظام تعددي يعني. طيب دور الأحزاب في الانتخابات، إحنا داخلين على انتخابات رئاسية آخر الشهر ده، دور الأحزاب إيه فيها؟ المفروض الأحزاب تعمل إيه؟ وهي حضرتك شايفة إن في أحزاب بتعمل حاجة، ولا هو حزب الغد بس الباشمهندس مصطفى موسى هو والله يعني طبعا خد دي المبادرة؟ خطوه كويسه، وطبعا انا كنت اتمنى ان كل الاحزاب يكون عندها القدره انها ترشح حد لرئاسه الجمهوريه، وترشح ناس من عندها وتدعمهم علشان يخشوا البرلمان، عشان يبقى في حراك سياسي، ما يبقاش الخمول السياسي اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي. فهو المفروض ان هي تشجع المشاركه السياسيه، ده وظيفة من الوظائف الأساسية للحزب السياسي، وظيفة اللي هو إنها تشجع على أن يكون في مشاركة سياسية. هم حضرتك شايفة أنه بيعملوا بشكل فاعل في الانتخابات اللي يعني احنا داخلين عليها؟ هو ما نقدرش نقول فاعلية كاملة، لكن طبعا هو المفروض إن عشان إن هم يوصلوا للسلطة، عشان يكونوا مؤثرين، لازم يبقى لهم مقاعد في البرلمان. أمال هيوصلوا آرائهم وبرامجهم وأفكارهم أنا بتكلم إزاي؟ على انتخابات رئاسية. بالنسبة للرئاسية يعني مجرد ان هم يحسوا الناس اللي هم اعضاء في الحزب ان هم ينزلوا في الانتخابات ويدلوا بصوتهم، دي طبعا دور مهم جدا جدا، يعني احنا كدولة ديمقراطية يعني بغض النظر احنا عايزين مين لازم ننزل ونصوت. بالظبط. انما دعوات ان احنا مقاطعة الانتخابات طبعا انا ضد الكلام ده. يعني لازم يكون دور اساسي للحزب تشجيع اعضائه على ان هم ينزلوا وينتخبوا. التوعية الحث على المشاركة السياسية، المشاركة السياسية يعني اما يكون في انتخابات لازم ننزل كلنا ندلي بصوتنا ونقول رأينا، سواء ان احنا مختارين حد معين او ان احنا ضد هذا الانسان، ندلي برأينا لان دي ظاهرة صحية. لان في الاخر بيقول لك عدد الناس اللي ليهم حق التصويت كذا، وعدد الناس اللي نزلوا فعلا وصوتوا، ودي بتبقى شكلها وحش جدا بالنسبة لأي دولة في العصر الحالي. حضرتك بالنسبة للانتخابات الرئاسية، مع ان يبقى في اكتر من مرشح زي الانتخابات اللي أكيد. فاتت، ولا ولا اتنين ونركز في ان احنا نختار لا مين خالص، وكده؟ ده بالعكس يعني انا مش عارفة، في ناس انا مش ضد خالص، وده حق مواطنة ان اي انسان بس يكون انسان محترم وفاضل وعنده قيم وعنده توجه سياسي ومحب لوطنه. يعني انا مش عايزه ناس بينزلوا ليهم اجنده، لا. وبالتالي كل الناس اللي رشحوا نفسهم وكان ليهم اجنده او كان في وراهم حاجات معينه وانسحبوا، انا مبسوطه جدا ان ده حصل يعني. لكن انا مع ان يكون في ناس ليهم حس وطني وبيحبوا البلد وعايزين يعملوا حاجه للبلد، وان هم يترشحوا كرؤساء. لا ما فيش حاجه، انت بتتكلمي بقى هنعمل استفتاء مش انتخاب. لما واحد بس ينزل مش هنسميها ابدا انتخاب. الانتخاب لازم مفاضله بين اثنين على الاقل حد ادنى. انما لما تتكلمي على شخص واحد يبقى انت بتتكلمي على استفتاء. بنسبه كام عايزين؟ تمام. هيبقى يعني كان هيكون معلش مصطلحات سياسيه كتير. لا 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 تمام، انا عارفه، وانا تمام. كنت بقول ان فعلا يعني كنت مستنيه اشوف مين اللي هيقدر ان هو يستوفي الشروط ويقدر ان هو ينزل ويكون في الانتخابات. انا حابه ده، حابه ان احنا نفاضل لا ده مناخ ديمقراطي صحي جدا ان يكون في اكتر من مرشح، بس تتوافر فيهم الشروط، لان احنا في الاخر مش عايزين يجي رئيس جمهوريه يعمل ضد صالح البلد. حضرتك مش شايفه ان احنا عندنا مثلا 100 حزب وحزب واحد بس هو اللي ياخد الخطوه ويقدر ان هو المهندس موسى انه يقدر ان هو يستوفي شروطه بس ويقول مش انا هقدم؟ مش الحزب ده الوحيد، ما حزب الوفد انت حضرتك ما تعرفيش ان ونسحب. السيد البدوي قدم نفسه قدم بس الحزب بس هم رافض. بيعتبروا حضرتك ان اللي بيعمل الخطوه دي ان هو ضد الرئيس السيسي، وده مفهوم خاطئ جدا. لا خالص،
يعني انا ممكن اكون انا نازله مرشحه نفسي لرئاسه الجمهوريه ومقتنعه تماما ان يا رب ما افوزش، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ده رئيس مصر، لان هو ده اللي بيحب مصر وبيعمل لمصر، وبعدين دستوريا هو من حقه ان هو يجدد. تمام، يعني ما فيش عائق دستوري. تمام، من حقه ان هو يجدد لفتره ثانيه. تمام، ده ما يمنعش يعني انا مش حابه، بس هو طبعا نتيجه للخلافات اللي موجوده في حزب الوفد حصل الانسحاب يعني، لكن ليه ما كانش ينزل؟ وانا مقتنعه جدا ومؤمنه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بس انزل الانتخابات ما فيش مشكله. هو انا مش ضده، لا، من ايماننا ببلدنا وحرصنا على ان هي يبقى طالعه بشكل ديمقراطي ومحترم للعالم كله، ونودي رساله للعالم كله. احنا نزل عندنا يا جماعه واحد واثنين وثلاثه، واحنا اخترنا اللي احنا عايزين. يعني انا طبعا بشكر الاستاذ موسى، مصطفى موسى، جرأته طبعا، يعني وبعدين هو تقريبا رشح نفسه في الوقت الضايع يعني في الاخر خالص كمان يعني، وبعدين ما كانش في اي اعتراض عليه، لان هو طبعا ما فيش حد بيقبل كده واحد عشان يبقى عندنا انتخابات بالزبط. لا، هم شافوا ان ورقه سليم وان هو يصلح ان هو ينزل هذه الانتخابات ووافقوا عليه. انا كنت اتمنى ان يكون في 2 3 4 كمان. ما هو حزب الوفد لما رئيس الحزب يقول ان انا هترشح الانتخابات والحزب بيداعم او بيساند مرشح تاني، ما هي برضو دي مشكله الاحزاب. لا، في حاجه بقى اسمها التزام حزبي. يعني انت طالما انك انت مفروض مجبوره، وعشان كده حصل الخلاف. في حاجه اسمها بالنسبه للاحزاب السياسيه حاجه اسمها التزام حزبي، يعني انا لما اكون عضوه في حزب انا ملتزمه بفكره وبرنامجه والناس اللي رشحوه، ما اروحش اخد واحد تاني. دي مرفوضه، ما هي دي برضو دي ديليما، دي مشكله كبيره. ان هو انا طالما ان انا في هذا الحزب ونزل رئيس حزبي مثلا انتخابات، مفروض الالتزام الحزبي يخليني اختار الشخص اللي مرشح من حزبي انا. ده اللي اسمه كده يعني. فبالتالي هم يمكن ده اللي عمل الخلاف، ان كتير منهم ما كانوش عايزين ينتخبوا السيد البدر. اخيرا بقى عايزه اعرف من حضرتك، شايفه دور للاحزاب في التنميه المحليه؟ والله بالنسبه للدول الناميه زي مصر، هذا الدور هام جدا 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 جدا. يعني اذا كان هذا الدور ما هوش واضح وما هوش هام بالنسبه لاي دوله معاصره، لكن الدول الناميه لا، مهم جدا. ويعني انا سمعت عن تجربه لبعض الاحزاب اللي هي موجوده دلوقتي، ويمكن بعضها تحت التاسيس، مهتمين جدا بموضوع التنميه المحليه. في سمعت عن حزب اسمه حزب مصر المحروسه، ده يعني بيشتغل في التنميه الزراعيه، مهتم بالتنميه الزراعيه جدا، ومهتم بمشكله ان هو يجد عمل للشباب، مهتم بذوي الاعاقه. يعني المفروض ان الحزب يكون عنده الحته دي. مش كل حاجه سياسه، وعشان تخلقي لنفسك قاعده شعبيه لازم انك يكون ليكي دور تنموي طبعا. ما هي السياسه هي اجتماعيا برضه، يعني الناس هتقتنع بيكي ازاي وهتحبك ازاي وهتنضم لحزبك ازاي عشان توصلي للسلطه بس، ولا انت بتعملي حاجه لخير المجتمع؟ انا هوصل للسلطه ازاي؟ فبعتقد ان الدور التنموي للاحزاب السياسيه مهم جدا. يعني حضرتك شايفه ان هم فعلا في احزاب بتقوم بادوار مختلفه، بتساعد في الحياه الاجتماعيه الى حد ما، مش كلهم. ما هي الاجتماعيه والسياسيه يعني الى حد ما، وان كان الحزب السياسي يغفل الناحيه دي يبقى ده تقصير من الحزب السياسي. لان انا بقول لحضرتك الحزب السياسي عشان يصل لسدة الحكم او عشان يبقى حزب ويبقى له دور وكيان، لازم يبقى له دور تنموي. فلو ما اهتمش بالناحيه دي اكيد هيبقى ده تقصير، وده هينعكس انخفاض الشعبيه بالنسبه لهذا الحزب. بشكر حضرتك دكتورة نجوى إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لمعهد أكتوبر العالي للإقتصاد والعلوم السياسية. نورتينا. ونروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيفي الأستاذ نادر كامل، كامل نادر، علشان نعرف منه دور الشباب الفاعل والداعم للتنمية. نروح لفاصل، في انتظاركم.